يعني ان شاء الله هياخد يعني اسمه مسلسل عمل عنبر عند مسلسل عطب عام عم عند عن عن عند عنبر وعلبة عن عند وعند وعند هنا اسمه شنو ده بتاع هنا ده اسمه شنو ده عن المسل عن عن عنزر عنبر عند عند عنتر وعل تعمدي مسلسل عنتر وعبلة الله يجازيك سليت رقبتي روحي يا أخي لا ده فريق غلبه ده فريق اللي غلبه الواحد اللي يقول يشف يهتف ويهتف ويهتف في نهاية الغلب السلام عليكم نعم يا سام السلام عليكم تسلم علي أنا أيوه السلام عليكم أرجوك بالله خليني في حالي بلا مالك يا أخي يا ابن حالي طيب افرض سلمت عليك يا سيد خليني في حالي ما سوي زول ماشي في الشارع ممكن يا اخي ما سلم علي يا اخي يعني فيها شو كان سلمت عليك ما سلم علي يا والله انت راجل غريب خلاص يعني انا ماشي في الشارع وسلمت عليك يعني حان اخلاقي هنا بالله ارجوك تجيني في حالي يا اخي طيب السلام عليكم تاني برضو السلام عليك برضو نعم في شنو؟ انت انت في وقفتك دي بدات فوق غنايه ماشي فيها غنايه يا اخي انا مالي مال غنم يا اخي مالي مال غنم يا اخي انا وزن مليون؟ لا انا ما زالك انا ماشي ماشي فيها يا ابن عمي وزن رجلي سيبني في حالي بالله ها؟ سيبني في حالي وزعلت شنو؟ يا اخي ما بزعلت يا اخي الغنوات دي بدايه ما بزعلت انا يا اخي لا يعني الغنايه ما جات فوقك يعني؟ يا اخي ارجوك سيبني في حالي يا اخي سيبني ما بتشوف انت؟ ما تدي لي يدك دي فاهم؟ انا اخلاقيين ما تدي لي يدك دي خلاص شرب شوف شرب شوف شرب شوف صح عجيب والله شرب شوف غنواتي يا اخي وين مالي مال غنواتك يا اخي؟ وزن مني انا؟ انت كارك مالك في الغنوات في الغنوات يا جاي؟ تعال يا ابني ما تقول له يا ابني تعال يا ابني شنو؟ تعال يا ابني يا ظريف تعال 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 يا ابني مالك؟ اسمع اي يا اخي انا بسأل من دكان ترزي من الصباح لايس في دكان ترزي هنا بفصل بناطيل سمحه كده فاهم اسمه حاج حاج لا لا دكان دكان حاج احمد الترزي حاج احمد وين وين ما بعرفه بعرفه بتعرفه اه وصف لي وصف لي شفت بشار ده طوال وبعدين شفت ده مش حبه كده يلا يلا تلقى حاج زينة ولا قاعد تبيع التسالي دي والله حاج زينة ده طماعه خلاص المره دي قدمنا حبه التسالي قلت له يا اخي ما له حاج زينة يا اخي ما له حاج زينة وانا يا اخي ما معي وصف لي انا ترزي بس سامح الله يا رب ما انت مش حبه كده من حاجه زي انا قاعد تبعت تسالي حبه بريال يلا تلقى لك خور والله الخور ده بيقول 40 مره تيجي ناس احمد اخوه ماشيين الفيلم الهندي ذاك اللي قبضوه عليك وشايف روش ماني 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 يا ما ما بعد اوصف لك انا ما توصف لي يا ما توصف لك اوصف لك بعد وصلت جنب ترزي تقول يا ما توصف لك والله اوصف لك يا امي يا ايمن انا على الترزي وبس ما قربنا للترزي يا اخي الخور يطير يا اخي الخور يا مالي مالي شفت انت مش حبه كده من الترزي سوى الرباطين استكونا زعمل اخو اليوم ماشيين الفيلم الهندي يلا انت مش حبه كده تلقى لك بيت ابيض فاضح كده وصلنا وصلنا والله يا ابني انت فيك اللي سعران المره دي قاعد ظاهر هنا يلا انت مش حبه كده تلقى لك دكان فاضح كده ده يلا تقول له هي هي دكان حاجه من الترزي يقول لك كان هنا لكن راح